السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله حنتكلم عن البلود كلتشر أو تحليل مسرعة الدم. المواضيع اللي حنتكلم فيها، حنتكلم عن تعريف البلود كلتشر، حنعرف متين بيختلف البلود كلتشر، وكمان السبيسمين فوليوم، وكيف نعمل كولكشن للبلود سامبل بطريقة صحيحة طبعا، وكمان كيف نعمل انتربريتيشن للريزلت، بالإضافة للبكتيريا المحتملة إنه نحن نلاقيها في عينة البلط بعد ما نعمل بلط كلشر. طيب، أولا حاجة نبدأ بسم الله. حنبدأ بتعريف البلط كلشر. طيب، what is a blood culture؟ blood culture أو مزرعة الدم هو بيعتبر من التحاليل المهمة جدا، واللي بتطلب كمان في كثير من الأحيان، عبارة عن laboratory test in which blood taken from the patient. طيب، متين بيتم طلب التحليل بتاع البلد كلشر؟ طيب، البلد كلشر بيتم طلب في حالتين والطبيب كان شاكي إنه المريض عنده بكتيريا أو مصاب ببعض أنواع البكتيريا أو الفنجاي، والبكتيريا دي تكون لي موجودة وين؟ في الدم. طيب ليه؟ لأنه الطبيعي إنه أصلا الدم هو بيكون سترايل، يعني ما بيكون مفروض موجود فيه أي نوع من أنواع البكتيريا ولا الفنجاي. تمام؟ طيب، زي ما قلنا انه البلط هو نورمالي بيكون ليه استرايل، the presence of bacteria in the blood is the term bacteremia، يعني في حالة انه كانت البكتيريا هي موجودة ليه في الدم، او عملنا ديتكتيف انه فعلا لقينا في بكتيريا موجودة في الدم، الحالة دي بنسميها البكتيريميا. طبعا بكتيريميا اللي هو المصطلح بتاع باكتر اللي هو من البكتيريا، والايميا اللي هو من البلط، يعني بكتيريا موجودة ليه وين؟ في البلط او في الدم. فبالتالي تعريف البكتيريميا is the presence of viable bacteria in the blood، يعني هو عبارة عن وجود بكتيريا موجودة لي حية في الدم. تمام؟ طيب، في مصطلح ثاني اللي هو السبتسيميا. السبتسيميا هي نفسها البكتيريميا، يعني لما يقول لك إنه الشخص ده هو عنده سبتسيميا، هي نفسها البكتيريميا، بالإضافة لأنه بيكون في يعني أعراض أكثر، أو بتكون في موجودة توكسين أكثر من اللي موجودة ليا في حالة إنه فقط الشخص مصاب ببكتيريميا. بمعنى إنه بتكون في clinical signs and symptoms، يعني بتكون أكثر حدة أو بتكون more severe نتيجة للبكتيريال invasion and toxin production. يعني هنا البكتيريا بتكون جاية وبكل الجيوش تبعها، اللي هو بتكون عاملة انفيجن، بتكون عملت ريليز للتوكسين اللي هي السميات بتاعتها، يعني كأنه حاصل تسمم للدم. وطبعا السبتسيميا هي بتعتبر إنها هي أخطر من البكتيريميا. تمام؟ طيب، زي ما قلنا 200 بيتم طلب البلود كلشر، يعني التحليل بتاع البلود كلشر اكيد هو ما من التحاليل الروتينيه، يعني ما بيطلب از روتين تيست، يعني مثلا ما عندنا زي تحليل السي بي سي، تحليل اليورين او تحليل الاستول، يعني فهو بيطلب في حالات معينه وبتكون المريض باين عليه اعراض معينه، في الحاله دي بيتم طلب شنو؟ التحليل. طيب، بيتم طلب التحليل في حالتين انه محتاجين نعمل كونفيرم او كونفيرميشن، لانه فعلا هل في مايكرو اورجانيزم موجودة ليا في البلود ستريم ولا لا. تمام؟ الحاجة الثانية عشان ما نعمل identification أو identify the microbial etiology of the blood stream infection. الحاجة الثالثة عشان ما ندي اللي هو يكون عندي ال susceptibility testing، يعني بقدر أنا أوضح للطبيب العلاجات أو الأنتيبيوتيك المناسب، ال optimization of antimicrobial ثيرابي طبعا، لانه زي ما قلنا هي بما انه حاله خطيره فما ينفع انه يعني ياخد كده انتيبيوتيك بصوره عشوائيه، وحتى عشان ما يحصل له هو ريسيستنت لاي نوع من انواع الانتيبيوتيكس، فبالتالي بنحتاج انه نعمل سسكتابيلتي تيستينج عشان ما نوضح للطبيب ما هي الادويه وما هي الانتيبيوتيك المناسبه اللي ممكن استخدمها لي في العلاج. طيب، نيجي نشوف اللي هي مختصر للبكتيريميا والسبتيريميا، نشوف يعني الفرق بينهم شنو. زي ما قلنا انه البكتيريميا هي عبارة، سوري، البكتيريميا هي يعني وجود البكتيريا فقط في الدم، والسبتسيميا قلنا بتكون موجودة ليه البكتيريا بالإضافة لشنو؟ للتوكسين تبعها. طيب، فبالتالي البكتيريميا هي not as dangerous as septicemia، يعني هي ما خطيرة بنفس الخطورة بتاعة السبتسيميا.
طيب السبتسيميا او كمان بتسمى بالسبسيس خلاص هي potentially life threatening infection، ممكن تكون من الامراض او من الحاجات اللي بتهدد لي حياة الانسان اذا طبعا ما اتعالجت في الوقت المناسب واذا ما اتعالجت بطريقة كويسة او بطريقة صحيحة. طيب البكتيريميا هي less amount of bacteria are present in blood، يعني بتكون في بكتيريا ولكن بتكون لها زي ما قلنا بكميات بسيطة وما فيها توكسين. خلاص السبتسيميا بتكون موجودة بكميات كثيرة، يعني الدم تقريبا ممكن يكون يعني ملان يعني فيه يعني large amount من البكتيريا بالإضافة لشنو بالإضافة للتوكسين. طيب البكتيريميا may result through wound infection، يعني ممكن تجينا من الwound infection، يعني الأسباب اللي ممكن تؤدي إنه شخص يكون عنده wound infection ما اتعالجت عنده surgical procedure كمان من ضمن الحاجات اللي ممكن تؤدي لي برضو للبكتيريا. طبعا في العمليات الجراحية اللي مثلا بيكون في مشكلة مثلا حصلت في بالنسبة للتعقيم إذا كانت في الأدوات أو إذا كانت في البروسيجر ذات نفسها. طيب السبتسيميا كان arise from infection throughout the body، يعني أي infection أي infection ممكن تكون أثرت لي أو ممكن تكون موجودة لي في الجسم هي ممكن تؤدي لأنه يحصل لي سبتسيميا، اللي هو عن طريقة بتدخل لي البكتيريا إلى داخل الجسم أو إلى داخل الدورة الدموية. طيب من الانفكشن دي مثلا عندنا انه يكون في انفكشن في اللانكس في الرئتين او في الابدومين او في اليورينري تراكت، او يعني شخص يكون عنده انفكشن يو تي اي مثلا لها فتره ما عالجها او اهملها، دي كلها ممكن تؤدي لانه البكتيريا تدخل لها لشنو ليه البلد. كمان زي ما ذكرنا قلنا انه هنا فيها توكسينز نوت بروديوس، ما بيتم انتاج التوكسين في البكتيريميا، اما في السبتسيميا طبعا اكيد بيكون موجود لها توكسينز وبكميات كثيره. طيب نو سيمتومز او اللي هي بتكون في مايلد فيفر، يعني الحمى هنا بتكون خفيفه لدرجه انه ممكن حتى الاعراض تكون ما باينه يعني كده بطريقه انه توضح انه فعلا الشخص ده هو عنده مشكله، ده بالنسبه للبكتيريميا. بالنسبه للسبتسيميا لا، الاعراض زي ما قلنا هي بتكون سيفير وبتكون باينه اكثر حاجه على المريض، بيكون عنده فيفر، بيكون في تيلس يعني بيكون عنده حمى، بيكون في قشعريره، بيكون في فاست ريسبيريشن، التنفس بتاعه ممكن يكون بسرعة نتيجة لزيادة في الهارت ريت. طيب البكتيريا في بعض الأحيان ممكن يحصل لها rapidly removed from blood stream by immune system، لأنه زي ما قلنا هي mild أو يعني حتى هي تكاد تكون إنه ما فيها أي أعراض، فممكن الجهاز المناعي إذا الشخص يعني ما شاء الله المناعة بتاعته كويسة ممكن الجهاز المناعي يتخلص من البكتيريا أو يقضي عليها. اما بالنسبه للسبتسيميا طبعا البكتيريميا كمان هي في بعض الاحيان اكيد بتحتاج لانه يعني يكون في تدخل طبي، يعني ما فقط بس انه مثلا الاميون سيستم، ولكن هي ممكن الجهاز المناعي يقدر يقضي عليه. اما بالنسبه للسبتسيميا لا، السبتسيميا لازم يكون في تدخل ولازم الشخص ياخذ ليا انتي بايوتكس، زي ما قلنا الانتي بايوتكس تكون هي الصحيحه بعد ما نعمل السستبتابيلتي تيست، لأن هي ممكن تكون ليا life threatening أو تكون حاجة مهددة ليا لحياة الإنسان إذا ما اتعالجت في الوقت المناسب. تمام؟ طيب نيجي نشوف النقطة اللي بعديها اللي هي ال blood culture media، الميديا أو الوسط الزراعي اللي بنستخدمه، لأنه نحن زي ما تكلمنا قبل كده في ال culture اللي هو في العينات العادية، إنه مثلا عارفين بنستخدم عندنا بيزك ميديا، عندنا انريشمنت ميديا اللي هو زي البلود اجار والشوكولات والماكونكي والديفرنشيال وكل انواع الميديا اللي كان ذكرناها في محاضرات ثانيه. طيب بالنسبه للبلود كلشر اللي هي الميديا الاساسيه اللي بنستخدمها في الاول، طبعا هي اكيد لازم تكون لي سبيشال ميديا، بما انه نحن هنا بنتعامل مع بلود معناها البكتيريا اصلا اللي موجوده حتكون محتاجه ليا لمواد غذائية معينة عشان يحصل لها نمو، يحصل لها growth خلاص، ونقدر نعمل لها identification. طيب البيزك بلود كلشر ميديا بتحتوي لي على الحاجات الأساسية اللي هي نفسها اللي بتكون موجودة لي في الميديا العادية عندنا اللي هي النيوترنت growth. تمام؟ طيب بالإضافة للنيوترون بروث عندنا الأنتي كوأجولانت. طيب ليه هنا دخلنا الأنتي كوأجولانت؟ الأنتي كوأجولانت لأنه بنتعامل مع عينة الدم، عينة البلوت طبعا إذا حصل لها فترة يعني ما كانت في بوتيل أو ما كانت في تيوب محتوي لها على أنتي كوأجولانت أكيد هيحصل لها كلوت، طبعا إذا حصل كلوت هنا ما حنكون نحن استفدنا حاجة، فلازم في البلود كلشر ميديا لازم تكون محتوية لي على شنو على انتي كواجلت عشان ما تمنع تجلط الدم.
مص بلاد كلشر باتيس بنلقاها يعني افيلابل، بتكون موجوده ليا كوميرشيال يعني بنشتريها عادي خلاص. بتكون محتوي ليا على هي المواد الحنسكور هذه اللي هي الكيس سوي بروس، بالاضافه للبرين هارت انفيوجن بروس. طبعا دي كلها حاجات يعني غنيه جدا بالمواد الغذائيه زي ما قلنا، عشان ما تدعم لي او تعمل لي سبورت للبكتيريا الكرس خلاص، بالاضافه للسبلمنتيد ويز ذا بيكتون اور الفيوجيلاي كولات بروس. طيب الاسماء التجاريه الموجوده ليا للبلود كلشر ميديا اللي هي اكثر حاجه بنلقى عندنا الكولومبيا اجار، الكولومبيا بروث خلاص، دي كلها بنلقاها موجوده ليا. طبعا البوتلز زي ما قلنا هي بتجيني جاهزه وبتجيني از ذا سيت، يعني بيجوني اللي هو لكل مريض انا المفروض استخدم 2 بوتلز تمام. طيب واحده من البوتلز دي بتكون ليا ايروبيك خلاص، دي عشان ما تدعم ليا البكتيريا اللي بتعيش ليا في الجو المحتوي ليا على الاكسجين خلاص. واحدة منهم بتكون ان ايروبيك دي عشان ما تدعم او تعمل لها سبورت للبكتيريا اللي بتكون محتاجة انها يعني تعيش ليا في بيئة محتوية على السي او 2 او اللي هو ثاني اكسيد الكربون. فلازم انا اي مريض لما اسحب العينة بتاعة الدم زي ما هنشوف بعد شوية لازم نسحب على التو تيوبس او التو بوتلز خلاص. طبعا دي هنا بتحتوي ليا زي ما قلنا على الكلشر ميديا اللي هو بتكون طبعا ليكويد اللي هو بتكون ليا بروث خلاص، بالاضافه طبعا لانه فيها زي ما قلنا انتي كواجولا تمام. طيب طبعا السايز الحجم بتاع البوتلز دي للادلت اللي هم للناس الكبار بتكون مختلفة عن الـ عن التشيلدرن أو عن الإنفانت. التشيلدرن والإنفانت بتجي البوتل بتاعتهم حجمها صغير يعني بتناسب الفوليوم حق العينة اللي هناخدها منهم عكس الأدلت. طيب السبيسمين فوليوم الكمية اللي بناخدها اللي مفترض انه نسحبها، طيب اغلب المراجع بتتكلم عن انه مفروض لما نعمل كولكشن اوف تو سيت اوف كلشر بناخد من 10 ل 20 مل من البلط. طيب ولكن في بعض الاحيان اكيد هتكون صعبة انه نسحب من مريض 15 مل او 20 مل، يعني هي بتكون كمية كثيرة، فبيفضل انه يعني نسحب اقل حاجة اللي هو 10 مل. 10 مل اللي هو هنقسمها 5 مل في الايروبيك هتكون في الايروبيك بوتيل، و5 مل هتكون في الان ايروبيك بوتيل تمام. طبعا الطريقه بتاعت السحب اذا كنا هنسحب بالسيرنج العاديه اللي هي 2 مل، او اذا كنا هنسحب بفاكوتينر طبعا هو اساسا في لاين موجود ليا في البوتيلز بنلقاها جاهزه زي التيوبس كانه بنتعامل مع التيوبس العاديه، اذا كانت اديت او كانت تراسوديوم ساترات بيكون في لاين او بيكون في خط بوضح لك انه في الخط انت مفترض خلاص يعني تسحب بس الكميه دي. وهنا كمان برضو بيكون موجود ليا في خط بوضح ليا شنو يعني اذا مثلا ما كنت انا واثقه انه فعلا انا سحبت مثلا 5 مل او اللي هو 10 مل، اذا مثلا كنت شغاله بالفاكوتينر او كده على السنه خلاص اول ما نصل للخط ده بنوقف وبنعمل لها ميكس بطريقه كويسه وبنضعها على شنو على البايو هازارد باك لغايه ما نرسلها للمختبر. طيب ده بالنسبه قلنا لشنو بالنسبه للأطفال. اكيد بالنسبه للتشيلدرن والانفانت هتكون الكميه اقل تمام، اللي هو كمان اغلب المراجع بتقول لك انه only from 1 to 5 ml of blood should be drawn for culture تمام، يعني نسحب بس من 1 ل 5 ml لانه طبعا كده الاطفال هتكون الكميه يعني ما ينفع انه نسحب منهم كميات كبيرة من الدم. وكمان حتى الأضلط اللي بيكون مثلا هم أنيميك أو عندهم مشاكل أساسا في الدم ما حينفع مثلا إنه أنا أسحب منه 15 زي ما قلنا أو 20 مل، فبيفضل إنه أنا بسحب شنو بسحب أقل كمية اللي هي 10 مل بالنسبة للأضلط. بالنسبة للتشيلدرين أفضل من 1 ل 5 مل وبقسمها، إذا سحبت مثلا 5 مل أو إذا سحبت 4 مل حقسمها هنا 2 مل و2 مل على الأيروبيك ولا على الأيروبيك وعلى الآن أيروبيك بوتين. الطريقة بتاعة الكولكشن طبعا أكيد كمان برضو هتكون مختلفة، ما هتكون زي طريقة تجميع الدم أو سحب الدم العادية. هنا بنستخدم اللي هي تقنية الأسيبتيك تكنيك تمام. طيب ليه بنستخدم الأسيبتيك تكنيك؟ لأنه زي ما قلنا احنا بنتعامل مع بلاد سامبل، بلاد سامبل عاوزين نعمل لها كلشر يعني عاوزين نزرع العينة بتاعة الدم، نعمل لها تزريع نعمل مزرعة، وهو أساسا البلوت هو الطبيعي زي ما قلنا إنه هو استرايب يعني ما فيه اي نوع من انواع البكتيريا. فبمعنى كده انه انا لازم اضمن انه لغايه ما انا اسحب العينه واضعها على البوتيل وارسلها للمختبر انه انا بكون بتعامل في بيئه تكون كلها استرايل
اكون يعني ملتزمه بالاسترلايزيشن لاقصى درجه، لانه ما ينفع اي نوع من انواع الكونتامينيشن. اي كونتامينيشن حيؤدي لي ليه فولس بوزيتيف ريزلت. تمام. طيب اول خطوه بنعملها قبل ما نسحب عينه الدم، بنجيب البوتلز حقتنا اللي حنسحب عليها، قلنا اللي هو الايروبيك والان ايروبيك. بننظف اولا حاجه البوتل اللي هو بنعمل ديسينفكت للطب اللي هو القمه الفوق، طبعا لانها اكيد هي هتكون موجوده في المختبر، ممكن تكون تعرضت لكونتامينيشن، هي ما مفتوحه، ولكن عشان نحن نفتحها لازم نعقم المكان اللي هو الكاب، او اللي هو الكاب بتاع الفيلز. خلاص لازم نعقم هنا المنطقة دي فوق قبل ما نفتح البوتلز. طيب بعد ما عقمناها بنعقمها عادي بكحول سواب او بايزوبروبايل، الكحول اللي هو الموجود عندي في المختبر او المتوفر. تمام. طيب بعد ما عقمنا المنطقة دي هنخليه انه يحصل لها دراي، يعني هنسيبها لازم تو دراي قبل ما نفتح شنو، قبل ما نفتح الكاب طبعا دي اللي هو المنطقة، بعدين كده اللي هندخل فيها العينة بتاعة الدم. طيب بعد ما خلاص زي ما قلنا عقمنا، طبعا عقمنا كده هنغير الجلوفز وهنغسل يدينا وهنجففها وهنعقمها وهنلبس استرايل جلوفز مرة تانية. تمام. يلا هتجي هنا المرحلة اللي هو المهمة، مرحلة اختيار البن. طيب لازم البن اضمن انه انا من الاول اخترت لي بن يكون واضح، بين يكون كبير شوية، يعني ما تكون الأوردة الصغيرة، لأن الأوردة الصغيرة ممكن أنا إذا دخلت النيدل على طول الفين يقفل معاي او يوقف او ما يسحب لها كميه كافيه. وهنا زي ما قلنا هنا بما ان هي اسبتيك تكنيك، ما ينفع انه انا يعني مثلا اكثر في الخطوات، فيفضل من اول خطوه اسحب انا كميه دم كافيه. طيب بنعمل طبعا بالبيت للفين، وخلاص اتاكدت انه انا اخترت الفين المناسب. بنجي نعمل كليننج، خلاص الكليننج كمان حيكون مختلف اللي هو غير عن الفين بانكشر الكلينه العاديه. بننظف اولا حاجه بالكحول سواب، بننظف المنطقه كويس. تمام. بنخلي انه يحصل لها دراي، بعد ما حصل لها دراي بعد كده بنجي تاني بنعقم مره تانيه بماده الايودين، طبعا لانه الايودين هي في الديسينفكت يعني اكثر اكيد من شنو، من الكحول. طيب بنجي بناخد بسواب خلاص، او حتى بجوز او باي حاجه متوفره عندي، طبعا الحين لازم تكون استرايل. بنعقم المكان الحوالين الفين بنكشر كله، نعقمه بالايودين خلاص، وكمان نتركه انه يحصل له دراي او يجف، المنطقه تجف ليا تماما. طيب بعد ما خلاص انا خليتها جفت وضمنت انه انا حاجاتي كلها استرايل وكمان الجلوفز استرايل، طبعا اذا كنا ما متاكدين او مثلا شكيت انه الفين لا انا محتاجه اعمل ريبالبيت، هضطر انه انا معناتها هعيد الخطوات دي كلها، هالبس طبعا استرايل جلوفز عشان اعمل ريبال بيت. عشان كده يفضل زي ما قلنا من الاول انا اكون اتاكدت انه الفين بتاعي هو واضح، عشان ما اضطر انه انا اعمل بالبيت مره ثانيه للفين واتاكد من وجوده. طيب خلاص بعد ما اتاكدنا من الفين بتاعنا وحاجاتنا كلها جاهزه، خلاص بدخل النيد العادي زي ما شايفين هنا بطريقه عاديه. طبعا اذا كنا بنستخدم السيرينج هنسحب على طول 10 مل، اذا كان طبعا ادلت او اذا كان اللي هم الأطفال الصغار هناخد قلنا من 1 ل 5 مل. طيب بعد ما سحبت الكمية، أو طبعا حتى إذا بستخدم أنا الفاكوتي البتفلاي، بعد ما سحبت الكمية المناسبة بتاعتي قلنا بنعمل ميكس كويس للعينة، بنضعهم الاثنين على جنب اللي هم التو بوتلز، وخلاص بتخلص من السيرينج، بتخلص من كل الحاجات اللي أنا اشتغلت بيها بنفس الطريقة المعتادة في البلوت كولكشن العادي. تمام. طيب طبعا بحط الحاجات دي كلها اللي هي التو بوتلز بتاعتي، بحطها على بايو هازارد باك، وطبعا بنعمل اكيد الليبل، يعني دي من الحاجات المهمه جدا اللي هو بعد ما نعمل طبعا ايدنتيفيكيشن للبيشنت بنعمل الليبلينج، بنتاكد طبعا الليبل اذا كان باركود او اذا كان ستيكر عادي، خلاص بنعمل ليبل وبنرسلها لشنو للمختبر عشان ما تتم العمليه بتاعه البروسيس. طبعا بعد ما رسلناها للمختبر بيتم يعني بيتم وضع العينات على جهاز معين، ده ممكن نتكلم عنه في فيديو تاني ان شاء الله، اللي هي التكنيك بتاعة الانكيوبيشن. تمام. طيب ولكن عشان ما نتحصل طبعا على الريزلت، يعني اللي هو طبعا بنخليها 24 ساعة اللي هي after overnight incubation. طيب ولكن لازم نكون منتبهين لحاجة، إنه في بعض أنواع البكتيريا اللي بتكون موجودة ليا في البلوت بتحتاج لزمن أكثر من 24 ساعة عشان ما يحصل لها جروث.
فعشان كده اذا مثلا انا بعد 24 ساعه لقيت انه ما في جروث، ممكن اطلع ريبورت اولي اللي هو اقول انه no growth after 24 hours. خلاص اليوم الثاني اجي برضو ما في جروث، مثلا اكتب no growth after اللي هو بعد 48 ساعه. طبعا الريبورت اللي هو بنرسله للدكتور اللي هو المفروض انه يكون هو فاهم انه بياخد لي يعني من 5 ل 7 يوم، اللي هو عشان انا اقدر اتحصل على الفاينل ريزلت انه فعليا ما في جروث. ليه؟ لانه زي ما قلنا انه ممكن يحصل لي جروث في اليوم الثالث، ممكن يحصل لي جروث في اليوم الرابع حسب البكتيريا اللي هي الموجوده لي في شنو في العينه بتاعه الدم. فالتقرير الاول بس بوضح للدكتور مثلا انه بعد 24 ساعه ما كان في جروث، ولكن يعني بنوضح له انه نحن لسه شغالين على العينه عندنا لغايه 7 يوم. في بعض كمان انواع البكتيريا عندنا مثلا تقريبا زي البروسيلا، هي ممكن تاخذ اكثر، ممكن تاخذ قريب لل 14 يوم يعني اسبوعين. طيب الريبورت الاولي طبعا اللي هو افتر اوفر نايت اذا كان في جروث، خلاص اذا حصل جروث طبعا الجروث بكل از تيربت، اذا كان في جروث بنعمل سب كلشر من البوتلز طبعا، لانه اكيد من البوتلز نحن ما حنقدر نعمل اي بروسيس ثانيه، اللي هو لازم نعمل اولا حاجه سب كلشر اللي هو على ميديا عاديه جدا اللي هو الميديات المعروفه بتاعتنا مثلا بلود اجار مع كونكي شوكولات، عشان نقدر نعمل منها جراميستين، نقدر نعرف منها اسم البكتيريا، وبالتالي نقدر نمشي في الخطوه بتاعه السسكبتابيلتي تيست. طيب فزي ما قلنا اكس ماين كلشر بنعمل سب كلشر ايفن وين نو جروث از سين، اللي هو ده الثاني يوم، اليوم الثاني او اللي هو الاوفر نايت زي ما قلنا. خلاص طيب بلوت اجار انت ما كونكي اجار طبعا ديل انكيوبيت ايروبيكلي، خلاص دي البكتيريا اللي بتعيش او اللي بتحتاج للاكسجين. الشوكولات اجار بنعمل سب كلشر على الشوكولات اجار اللي اذا كان في بكتيريا طبعا هي بتحتاج لانه يعني بتحتاج لمواد غذائيه اكثر اللي هي الموجوده في الشوكولاتة الاجار، وكمان بنعمل الانكيوبيت اللي هو في سي او 2 ثاني اكسيد الكربون. تمام طيب طبعا بعد ما عملنا سب كلشر اذا حصل لي جروث اليوم الثاني اكيد الخطوه اللي بعديها هنعمل شنو، هنعمل جراميستين عشان ما نعمل ايدنتيفيكيشن للبكتيريا نيم، والخطوه اللي بعديها هنعمل طبعا البايوكيميكال تيست، واخر حاجه عندنا بيرفورم انتي مايكروبيال سسكابتابيلتي تيست اللي هي بنعرف انه البكتيريا دي هي بتحتاج لاي نوع من انواع الانتيبيوتيك عشان ما يقضي لي عليها. تمام طيب ده بالنسبه للانتربريتيشن بتاع الريزلت حقتنا. اخر حاجه هنتكلم فيها اللي هي الاورجانيزم اللي ممكن تكون موجوده لي وين في البلوت، في عينه البلوت او في البلوت كلتشر، يعني البوسيبل او الكومون انا ممكن اتوقع انه انا القى اي نوع من انواع الاورجانيزم. طيب ممكن نلقى الاستافيلوكوكس سبيشيز مثلا عندنا زي الاستاف اوريوس، ممكن نلقى الاستريبتوكوكس كمان يعني اللي هي الجرام بوزيتيف كوكاي، يعني ممكن نلقى جرام بوزيتيف كوكاي، ممكن نلقى جرام نيجاتيف باسيلاي، جرام نيجاتيف باسيلاي عندنا زي الاشيريشيا كولاي او اللي هي الاي كولاي. تمام طيب ممكن بعض انواع البكتيريا ممكن نلقى الانتيروكوكس سبيشيز، ممكن نلقى السيدومونس اريجينوزا، ممكن نلقى الكليكسيلا نيمونيا، خلاص ممكن نلقى النيسيريا مانينكايتيس، ممكن نلقى الكولستريديوم بيرفرينجيس، ممكن نلقى السالمونيلا اللي هي اللي بتسبب لي التايفويد، ممكن نلقى بروستيلا اللي هي اللي بتسبب لي الحمى المالطية، وطبعا أنواع كثيرة من البكتيريا، ولكن دي أكثر كومن يعني بكتيريا هي ممكن نلقاها موجودة لها في شنو في عينة البلوت بعد ما نعمل لها كلشر. طيب ده كده يكون خلص الفيديو بتاعنا، أتمنى إنه المعلومات اللي ذكرت فيه تكون مفيدة لكم، لغاية ما نتلاقى إن شاء الله في فيديوهات تانية في رعاية الله.